أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تعمد ميليشيا الحوثي تفجير المدارس وخزانة المياه في محافظة حجة. كشف تسجيل مرئي عن قيام عناصر ميليشيا الحوثي بتفجير مدارس وخزانة مياه في محافظة حجة، وقالت المنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش عثرت على مقاطع لفيديو في هاتف نقال لأحد عناصر الميليشيا الذين قضوا خلال المواجهات التي شهدتها جبهات القتال في حجة خلال الأسابيع الماضية. ويظهر في المقطع خبير متفجرات حوثي أثناء محاولته تفجير عبوة نزفة عن بعد، واعتراف آخر بتفجير مدارس وخزانة مياه. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: ما هي أسباب وآثار استهداف الميليشيا للبنى التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وماذا عن دور المنظمات الدولية في كشف جرائم الميليشيا المتعلقة بتفخيخ وتفجير المدارس وخزانات المياه. لم تستثني ميليشيا الحوثي شيئا في حربها على اليمنيين، فمن سياسة القتل والتهجير التي طالت مئات الآلاف من المواطنين القاطنين في أماكن سيطرتها إلى تفجير البنى التحتية والخدمات الأساسية كالمدارس وخزانات المياه. هنا في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة كشف مقطع فيديو عثر عليه داخل هاتف أحد عناصر الميليشيا عن قيام الميليشيا بتفجير المدارس وخزانات المياه في المديرية. المقطع الذي يحوي اعترافات لخبير متفجرات حوثي يدعى أبو حسين يظهر فيه وهو يشرح لاثنين من عناصر الميليشيا عن كيفية قيامه بتفجير مدارس وخزانات مياه، ما يثبت تورط الميليشيا في تفخيخ منشآت مدنية وتفجيرها. يؤكد مقطع الفيديو الذي عثر عليه إلى ما ذهبت إليه العديد من التقارير الحقوقية التي أكدت تعمد استهداف الميليشيا للبنى التحتية كالمدارس وخزانات المياه، وهو الأمر الذي ترتقي فيه هذه الجريمة إلى مستوى جرائم الحرب. منذ انقلاب الميليشيا على الدولة عمدت الميليشيا أيضاً إلى تحويل المدارس والمباني العامة إلى سجون لمعارضيها، وهو الأمر الذي تسبب في خروج ما يقارب عن 30% من المدارس عن الخدمة وفق تقارير تربوية. وعمدت الميليشيا خلال معاركها مع القوات الحكومية إلى تفخيخ المدارس والجسور وخزانات المياه لمنع تقدم القوات الحكومية وحرمان سكان تلك المناطق من الخدمات الأساسية بعد مغادرة الميليشيا لتلك المناطق. نبدأ النقاش مع ضيفنا من القاهرة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان وليد الأبار. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. لعلك شاهدت مقطع الفيديو الذي أظهر قيادين حوثيين وهم يعترفون بقيامهم بتفجير المدارس وخزانات المياه في محافظة حجة، برأيك ما أسباب ذلك؟ أسباب نشر الفيديو في هذا التوقيت أم أسباب الجرائم الذي يرتكبونها؟ يعني سؤالك مش واضح. بالإمكان نتطرق إلى النقطتين. يعني أولا فيما يتعلق بالجرائم الذي تطرق لها أحد عناصر الميليشيا الحوثي الإرهابية، نجد بأنها جزء من استراتيجياتها العسكرية لإخضاع المجتمع اليمني وتطويعه، وأيضا أدلجته وعسكرة المجتمع وتحويل اليمن، كل اليمن عبر طموحاتها إلى سكنة إيرانية متقدمة والسيطرة على كل موارده وأيضا خيراته، وفرض نظام سياسي ملالي نسخة يتطابق مع نظام الملالي في طهران، وأيضا كذلك أدلجة التعليم، إعادة كل الموروث الإمامي بثقله وتخلفه وجبروته وبيقراطيته إلى الحاضر. وبالتالي من أجل ذلك الحلم قاموا وارتكبوا بحق المجتمع كل ومختلف أنواع الجرائم. ما تطرق به الفيديو هو النذر اليسير. الحوثيين لا ينكرون في الغالب جرائمهم، بالعكس هم يرتكبون هذه الجرائم بدوافع عقيدية وعقائدية ويتبجحون بها. على سبيل المثال تفجيرهم للبيوت كان يجري على قدم وساق، يتم توثيق الحادثة ثم يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي
وكان جزء من إعلامهم الحربي هو بث الرعب في نفوس الخصوم كما يقولون، أو كما يتم الاصطلاح عليه في علم النفس السياسي، ترويع وتخويف المعارضين وبث الرعب إلى نفوسهم من أجل أن يتفادوا الانخراط في المعارضة السياسية على الأقل في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم، أو على الأقل إبداء آرائهم صراحة من هذه الميليشيات ومن طبيعتها وتركيبتها سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو أيضا ممارساتها العسكرية والأيديولوجية على الأرض. وبالتالي كان هذه الجرائم أيضا جزء من هذه الجرائم كان بهدف، على سبيل المثال ما تطرق إليه في حدة في حجة، وهي محافظة كانت أول محافظة تم استهدافها بعد السيطرة على محافظة صعدة، وهذه محافظة حدودية أيضا ولديها منطقة جبلية وساحلية ويتركز فيها عدد كبير جدا من السكان، وبالتالي ركزت الميليشيات أهدافها في البدء على هذه المحافظة، وكانت تحاول أن تقوم بإفراغ العديد من السكان وأيضا الحصول على أكبر عدد من الطاقات البشرية لتوظيفها وتسخيرها في سبيل الميليشيات. تم تدمير المدارس، تم تدمير المستشفيات الصحية، المراكز الصحية، تم تدمير أيضا الطرقات لمنع وصول المساعدة الغذائية إلى هذه المناطق، وأيضا منع تقدم القوات الحكومية، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى ميدي من أجل السيطرة على الحصول على ممر بحري، وبعد ذلك توجهوا إلى أطراف الجوف كما نذكر، وأيضا إلى أطراف عمران. وبالتالي كانت محافظة حجة هي واحد هي المحافظة الثانية الضحية على قائمة جرائم الحوثي الإرهابية تجاه المواطنين اليمنيين. فيما يتعلق بجزء من استراتيجياتهم بارتكاب هذه الجرائم، نحن شاهدنا كيف يتم إفراغ المناطق المأهولة بالسكان من المواطنين حينما يكون هذه المنطقة استراتيجية بالنسبة للجانب العسكري، إذا كانت تمر من خلالها الطرقات الرئيسية وكان تطلع على منطقة جبلية تسيطر على مجموعة مناطق أو سباب عسكرية أو أودية، وبالتالي هذه المناطق يصبح أهلها معرضون لخطر التهجير القسري وأيضا القتل والترويع، وهكذا مروا من محافظة حجة حتى وصلوا إلى محافظة عدن. الحوثيون جماعة إرهابية، هذا لم يعد يخفى على أحد. السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم هو كيف يمكن القضاء على هذه الجماعة وهزيمتها عسكريا بعد 6 سنوات من الحرب وبعد المراوحة العسكرية التي ما تزال على أغلب الجبهات العسكرية في الوقت الراهن. بدون هزيمة الحوثيين عسكريا ستستمر هذه الجرائم. طيب، ينضم إلينا أيضا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق الحرية توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك بضيفك الكريم. بعد ظهور هذا المقطع، مقطع الفيديو الذي يوضح اعتراف عناصر الميليشيا باستهداف البنى التحتية، المدارس وخزانة المياه في محافظة حجة، برأيك لماذا يعمدوا إلى فعل ذلك؟ مساء الخير أخي الكريم لكم ولجميع مشاهديكم. في حقيقة الأمر هذا الفيديو لم يأتي بجديد، عملية تفجير وتفخيخ الممتلكات الخاصة والعامة هي بدأت مع مسيرة جماعة الحوثي قبل خروجها من محافظة صعدة. نحن لدينا توثيقات كثيرة، بل أن هنالك بيوت فجرت على رؤوس ساكنيها مثل بيت الإبي الذي فقدت ما يقارب 8 من الأسر ما بين نساء وأطفال ورجال دون أن تسمح لأحد بإسعافهم وإخراجهم من تحت الأنقاض. الإشكالية الكبرى إلى أن الذاكرة اليمنية للأسف الشديد يبدو أنها ذاكرة معتوبة، لا تتذكر هذه المواقف إلا في فترات محددة. تفجير البيوت وعملية القنص، بل إن عملية القنص هي أحد التوجيهات الرئيسية لحسين الحوثي التي وجهها لأفراده في عند بداية الحرب الأولى في محافظة صعدة. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن منهجية، نتحدث عن آلية لإرهاب الخصوم لتفريغ المجتمع من كل المؤسسات التي يمكن
أن تساهم بصورة أو بأخرى بإعادة الوعي. هي فجرت المساجد، المدارس. اليوم هنالك سياسة العقاب القائمة بخزانة الماء إلى غير ذلك. وبالتالي يجب نحن اليوم أن نقدم الجماعة للعالم، للرأي العام، من خلال هذا العنوان البارز والرئيسي والكبير: جماعة تعمل على تفخيخ. يعني نحن اليوم عندما نتحدث سنتحدث عما يقارب 1000 بيت تم تفخيخها، تم تفجيرها. هذا إضافة إلى ذلك أننا سنتحدث عن جماعة اتخذت الابتزاز وسلب أموال الناس كوسيلة من وسائل الإخضاع والسكوت، لدرجة أنهم يجبرون بعض الأسر على أن يوقعوا أوراق بحرمان ولدهم الذي يعارضهم سياسيا من الميراث. وهذه موثقة، حدثت في صنعاء وفي كثير من المناطق. هناك استيلال البيوت، هناك ما تسمى يعني أضحوكة الحارس القضائي التي سيطروا فيها على البيوت والممتلكات والشركات إلى غير ذلك. نحن اليوم نتحدث عن جارفة تنتهك كل الحقوق وكل الحرية الخاصة بالإنسان وعامة لفرض سياستهم التي يريدون فرضها على أرض الواقع. هذا جزء من منهجية، جزء من سياسة تتخذها جماعة الحوثي لإرهاب خصومها وكل معارضيها ومعاقبة المناطق التي قد تثور وتتمرد عليها كما حدث في حجة، خاصة مناطق حجور بالدرجة الأساسية. طيب عود للأستاذ وليد الأبار. أستاذ وليد، إلى أي مدى يمكن للحكومة الشرعية اليوم أن تستخدم هذا التوثيق وهذه التوثيقات لكشف ما تمارسه الميليشيا من جرائم أمام العالم؟ هل هناك أي خطوات بدأت بها الحكومة الشرعية باتخاذها لفضح جرائم الميليشيا؟ لدينا 69,000 جريمة وانتهاك موثق ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المواطنين اليمنيين منذ مطلع الانقلاب أو منذ بدايات الانقلاب الأولى وحتى منتصف 2019، بالإضافة إلى أن هناك توثيق شبيه مع اللجنة الوطنية أو قامت به اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وفيه توثيق لكل الانتهاكات التي حدثت في بلادنا بما في ذلك الجرائم التي قام أو ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. وبالتالي بالإضافة إلى أن هناك العديد من المنظمات، سواء المنظمات المحلية أو المنظمات الدولية، تقوم برصد هذه الانتهاكات. الحوثيين للأسف الشديد ما يزالون يسيطرون على العديد من المحافظات التي ما تزال آهلة بالسكان، ونحن شاهدنا في الآونة الأخيرة سواء في نهاية العام 2018 وبداية العام 2019، استطاع الحوثيين أن يطوروا بعض الأسلحة مثل الطائرات المسيرة، وأيضا شاهدنا استمرارهم بصناعة الألغام الفردية وأيضا المتفجرات البحرية وأيضا مضادة للدروع والأفراد، ويتم استخدامها بشكل عشوائي وعلى مداخل المدن الرئيسية وأيضا الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء كما هو موجود في الحديدة، والتي أدت إلى عدم استطاعة المنظمات الدولية إيصال المساعدات الغذائية. وتعلل حينها الحوثيين بأن فتح هذه الطرقات سيؤدي إلى تقدم القوات الحكومية مستقبلا، بالإضافة إلى أنهم استطاعوا تطوير قذائف الاستارية وأيضا الصواريخ البالستية، وبالتالي باتوا يستخدمون هذه الأسلحة بشكل متهور وعنيف. هذه الأسلحة الآن تمتلكها جماعة إرهابية لا تقل خطورة عن جماعة داعش، وتستخدمها، شاهدنا ما حدث قبل أسبوع فقط في مدينة المخاء. وبالتالي هذه جماعة كما قلت لك، ما هو الآن ما يتعلق بمدى فظاعة وجرائم هذه الميليشيات، لا شك بأن هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة من حيث الرصد والتوثيق والبناء القانوني، لكنني أعتقد في مثل هذا الظرف الحاسم بأن الحوثيين، وكيف يمكن بناء موقف دولي موحد ضد هذه الجماعات كما حدث على سبيل المثال الموقف الدولي من داعش ومن أيضا تنظيم القاعدة. الحقيقة نحن نحتاج جهود كبيرة جدا، سواء الحكومة الشرعية أم التحالف العربي وأيضا العالم الحر اليوم، أن يكثف جهوده من أجل مواجهة هذه الميليشيات، خصوصا أنها لم تعد فقط تهدد المجتمع اليمني وتهدد بإفنائه
وأيضا إفراغه من مقومات الحضارية وأيضا المادية، وإنما أيضا تهدد جوار الدول الجوار وتهدد الممرات المائية الدولية. وشاهدنا كيف أن التقارير التي صدرت عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي كيف أنهم وثقوا بالدلائل القطعية بأن ميليشيات الحوثيين بالفعل أصبحت تهدد بشكل لا لبث فيه الممرات الدولية، وأن لديها القدرة العملياتية على الوصول إلى السفن التجارية وحتى على البوارج الحربية التي تأتي للتزود بالوقود. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذه الميليشيات أصبحت تشكل خطرا حقيقيا ووجوديا على كافة أبناء شعبنا وعلى دول الجوار. والسؤال المحوري الآن هو كيف يمكن الضغط سواء فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الحقوقي مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن. طيب سأعود لك لنتحدث عن أوجه القصور، لماذا هذا الضغط لا يكون مؤثر من قبل الحكومة والتحالف. أعود للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، إذن في حدود 69,000 جريمة موثقة يقول وليد الأبار المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان وقدمت للمجتمع الدولي، هذا التوثيق إلى أي مدى يمكن أن يساهم في فضح جرائم الميليشيا؟ وهل من تأثير لعملية الرصد والتوثيق والبناء القانوني التي تعمل عليها الحكومة؟ لا، نحن اليوم عملية ما يحدث من انتهاكات في اليمن أصبحت مكشوفة. اليوم المجتمع الدولي هو يعتمد بالدرجة الأساسية على أدوات شبه محايدة، بمعنى أنه يعتمد بالدرجة الأساسية على لجان التحقيق الأممية والمنظمات الدولية حتى بما فيها المنظمات والناشطين المحليين. لأن اليوم عندما نتحدث عن حكومة ينظر المجتمع الدولي لأن هنالك طرفين في الخصومة، اليوم هنالك الحكومة الشرعية وهنالك جماعة الحوثي. ولذلك الإشكالية الكبرى اليوم لأن اليوم الدبلوماسية اليمنية معطلة أو شبه معطلة نستطيع أن نقول في الخارج، وبالتالي لا تقوم بدورها المطلوب. بينما استطاعت جماعة الحوثي الاستفادة من دول داعمة لها كإيران وغيرها من الدول بإنشاء شبكة علاقات تحت لافتات محايدة. هذه اللافتات لديها دعم صخري ولديها برنامج موحد، واستطاعت عبر وسائل متعددة أن تصل المجتمع الدولي، إضافة إلى أن إلى قدرة السياسة الخارجية للدول المؤثرة اليوم في هذه المنطقة أن تلعب كثيرا. اليوم نحن يجب أن ندرك جيدا على أن خلف كل قرار حقوقي هو قرار سياسي. اليوم مجلس حقوق الإنسان، عملية التمديد، عملية إحالة الملفات، تشكيل اللجان، عدم تشكيل اللجان، هي قرارات سياسية. اليوم المجتمع الدولي مستفيد من إطالة أمد الحرب في اليمن، نعم. اليوم المجتمع الدولي لديه خصومة مع بعض دول التحالف، نعم، هذا أثر علينا كثيرا. هنالك ضعف في أداء الدبلوماسية الخارجية الحكومة الشرعية، نعم، هذا أثر علينا بدرجة كبيرة جدا. وبالتالي اليوم نحن اليوم بحاجة إلى إعادة بناء استراتيجية جديدة، استراتيجية قائمة على نشطاء حقيقيين قادرين على تشكيل لوبيهات في الخارج. اليوم السياسة الخارجية تقوم على لوبيهات معينة. اليوم يجب أن نصل إلى مصادر القرار، نصل إلى الجامعات، نصل إلى كثير من المراكز. يجب أن نتحرك بآليات مدروسة، يجب أن نشكل قوائم مناصرين خاصة لليمن. هذه إشكالية كبيرة. حتى نوعية الخطاب اليوم إفرازها، يعني تقديم هذا الخطاب، لاحظ كيف يتم جماعة الحوثي عندما تريد أن تسلط على قضية في مقابل الحكومة الشرعية. اليوم نحن لا نتحدث عن كمية، اليوم نتحدث عن الوصول. استطاع اليوم جماعة الحوثي للأسف الشديد أن يحول قضية اليمن إلى قضية جوع، وبالتالي المجتمع الدولي سلط على هذه القضية بأن اليمنيون جوعى وبأن الملاريا فتكت بهم وبأن التحالف قصفهم أصبح هذا الخطاب السائد، بينما هنالك انتهاك بالجملة اليوم، انتهاكات تفجير المنازل والبيوت إلى غير ذلك، لم يحظى بالقدر الكافي إلى حد اليوم. اليوم التقارير لم تتحدث عن تقارير موثقة ومركزة عن الموت البطيء الذي يتلقاه المعتقلون في السجون، يعني بمعنى العمليات التخصصية التي يجب أن يعمل لها من منظور تعاطفي في الغرب حول خطاب الكراهية، حول قضايا الإعلام، تأثير الإعلاميين النازحين، أسر الإعلاميين إلى غير ذلك. نحن بحاجة إلى تجزئة هذا الملف وفق عمل تخصصي متقن وواضح
لا حد الآن نحن حقيقة عجزنا أو لم نستطع أن نقدمه بهذا الشكل المطلوب، لأنه في النهاية العجز الذي حاصل في الشرعية هو عجز بالنهاية ناتج عن عجز كلي لما تعانيه الحكومة من اضطرابات وانقسامات وصراعات وتشتتات، إلى درجة أننا اليوم هنالك حديث عن حوار حوثي مع أطراف داعمة في التحالف، هذا كله يضعف بالنهاية قوتنا في الخارج ما لم يكن هنالك لوبي محايد قائم من أطراف ومنظمات وناشطين حقوقيين. باعتقادي بأن الأمر سوف يظل على مساره إلى أن يحدد القرار السياسي البوصلة التي يتحرك إليها اليمن. أشكرك جزيلا توفيق الحميدي رئيس منظمة سامي للحقوق والحرية. أختم مع الأستاذ وليد الأبارة، إذا الدبلوماسية اليوم الدبلوماسية اليمنية شبه معطلة ولا تقوم بدورها المطلوب، هذه النقطة وهذا الضعف في أداء الدبلوماسية إلى أي حد أضعف موقفكم كجانب معني اليوم بحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية؟ لا شك بأن هناك قصور في عديد من أدوات الحكومة في الوقت الراهن، نظرا لأن هذه الحكومة في الدرجة الرئيسية لا تسيطر على كامل التراب الوطني ولا توظف كل الموارد الوطنية والقومية في خدمة وتعبئة وتشغيل هذه المؤسسات الحكومية. ولكن دعني أقول لك من ناحية أخرى بأن المجتمع الدولي بشكل رئيسي ليس معني بحياة الشعوب، هو معني بمصالحه، ومجلس حقوق الإنسان كما ذكر الأخ توفيق هو بالفعل هو مجلس سياسي، الدول الممثلة فيه عبر سفاراتها ومندوبيها في السفارات، وبالتالي القرارات التي تتخذ في مجلس حقوق الإنسان تتخذ بدوافع سياسية وليست بدوافع قضائية ولا حتى أخلاقية. شاهدنا العديد من الحروب التي جرت في نهاية القرن 21، على سبيل المثال كان هناك 1.5 مليون عراقي قتلوا على أيدي القوات الأمريكية والبريطانية ولم يتخذ الموقف الدولي أي خطوة في هذا الجانب، حتى أن مجلس حقوق الإنسان واللجنة التي كانت قبل انبثاق مجلس حقوق الإنسان التي كانت تسمى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لم تدعو حتى لعقد اجتماع واحد طوال الحرب العراقية. وبالتالي نحن في وزارة حقوق الإنسان وفي الحكومة نراهن على قضاءنا الوطني المستقل الذي يستطيع في المستقبل أن يقدم الجناح إلى المحاكمة وأن يقوم بالانتصاف للضحايا وأيضا معاقبة بعدم الإفلاس من العقاب. هذه المبدئين الرئيسيين الذي نحن نعمل بشكل استراتيجي داخل وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق مستقبلا. صحيح أنه العدالة الجنائية في المناطق المحررة في الوقت الراهن لأسباب كثيرة ليست فعالة كما يجب، بالإضافة إلى أن القضاء الوطني في هذا الظرف الحاسم لا يعمل بالوتيرة التي كان يجب، حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم ولا وضع الملفات الجنائية التي قام بالحوثيين بارتكابها مثل جرائم حرب، جرائم إبادة، جرائم عرقية، جرائم مختلفة ضد العديد من فئات المجتمع بما فيها الفئات الكيلة مثل البهائيين والإسماعيليين واليهود إلى آخره في المناطق المحررة. ولكن على الأقل هناك يجري توثيق على قدم وساق وبشكل كلي وشامل يشمل جميع الأطراف التي شاركت في الحرب، ونحن نراهن على قضاءنا الوطني. شكرا جزيلا لك وليد الأبار المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. في ختام هذه الحلقة تحت طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم ترقب الأبارة.